ايه يعني؟ هو انت لسه زعلان؟ انا مش عايز اتكلم في حاجه، وكفايه اللي انت عملتيه. هو ايه اللي انا عملته؟ على فكره انت بتستفزني، لان انا اصلا كنت بكلمك عشان اصالحك، بس بما انك بقى بتستفزني يبقى حط في بالك ان انت نازل وانت متخانق معايا وكنت بتشك فيا وبتفتش في تليفوني، ده غير الهانم طبعا اللي كانت بتلون عليك امبارح، ولا انت نسيت؟ طب اقفلي بقى يا هانيا بدل ما اسمعك كلام يزعلك، اوكي؟ اقفلي. طب خلاص. نهدى بقى شويه، لاني قلت لك نبقى نتكلم لما تبقى ترجع من الشغل. ممكن وبقعد مع نفسك بقى النهارده كده واهدى. وارجع تاني. وانا بقى مش ههدى هانيا. ماشي حلو قوي، خليك زي ما انت متعصب ونكمل خناق، مفيش مشكله. انا كده كده برضو هقف عند اللي انت عملته امبارح. اوعى تفتكر ان انا هاكل عليا ان انت تقعد تتخانق معايا عشان مسحت المسجات، وانت كمان نسي موضوع الست بتاعت امبارح اللي كانت عماله تلون عليك. الو 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 يا محمد. الو الو. ايوه مين حضرتك؟ صاحب التليفون ده عربيه خبطته وجريت دلوقتي. انت مين انت اصلا؟ عربيه ايه؟ الو اديني محمد. الو الو. خليك يا حبيبتي، خليك. انا وامها صحيهم يا شيخ. ايه مش مصدقني ولا ايه؟ لا خليك انت، انت مش هتعرف تكمل النوم لما تصحى. خلاص بقى، مش يعني متمثليش، هصحيهم انا وخلاص. قولي لي بس اعمل لهم فطار ايه ولا اعمل ايه ولا النبي. انت راجل جميل، انزل المطبخ تحت هتلاقي صينيه محضره فيها كل حاجه. بس النبي سخن اللبن عشان ما بيحبوش اللبن بارد قبل ما تحطه على الكورن فليكس. ماشي يا حبيبتي. ما تخافش، اخر يوم يا روحي. جينا خلاص جايه من الاجازه. جينا اسمها جينا هانم يا اختي، ده احنا اللي بنشتغل عندها، دي بتضرب الدولار. مش انت اللي جبتها لنا؟ فشخره بقى، ما انا عيل عبيط. معلش. يا كوكي، كوكي يلا اصحى بقى، يلا الساعة بقت 7. حاضر شوية بس يا كوكي. شوية شوية ايه؟ لا يا حبيبي، انت فاكرني ادلع زي مامي؟ ده انا بدلع اكتر من مامي. طب انت عارف بقى ان محمد صلاح خد بلاير اوف ذا ويك؟ بجد؟ ايوه. بس انا مش عارف اعمل ايه عشان اكون زي محمد صلاح. عارف لازم تعمل ايه؟ لازم تاكل كويس وتنام كويس وتتمرن كويس قوي عشان تبقى سريع وتجيب جولز. يلا قوم بقى، يلا قوم بقى عشان لسه صاحي اختك. طيب بس انا زعلان عشان انت يا بوبي وعدتني هتوديني ليفربول اكاديمي. انت زعلان؟ طب وانت مين قال لك ان انا مش هوديك ليفربول؟ انا خدت ميعاد بكره، هنروح الساعه 6. بجد؟ Are you serious؟ I'm serious. اوبا. بس قوي قوي يا بوبي. ما اقدرش اقول لك يا تامر انا بحبك ولا لا، بس بصراحه لسه مش حاسه. طب خلينا لما اجي المدرسة نتكلم. لا اوعدك في البيك هنتكلم. ديدي ديدي دينا اصحي يا حبيبتي. يلا جود مورنينج. ربي ازيك؟ جود مورنينج. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ ايه الصوت ده يا حبيبتي؟ انت فين؟ ايه الصوت ده؟ الو. ايه صوت موبايل؟ مش سامع، مش عارف. موبايلك فين؟ الو. كنت سايباه تحت. الو. او كان تحت المخد. الو. طب هاتي نطلع صوت كده. خلينا على عليك. حد بيكلمك ولا ايه؟ لا مش عارفه بوبي. الو الو. ايه ده؟ الو. ده الموبايل اتصل بحد وانا نايمه غصب عني. يا لهوي انا مكسوفه قوي. هي مامي نايمه؟ مامي نايمه. اوكي طب يلا يلا قومي افطري ولبسي وزيعي. حاضر. مشي وخلاص راح المدرسة. فطرتهم ايه؟ تقيلة من الكيس اهي، يعني
انت بتعصبيني ولا ايه؟ وانت زعلان عشان ما نمتش؟ اه طبعا انا صحيت انا وعملت مجهود وفطار وبتاع في الاخر صحيتي. مش مشكله انا ممكن اصلحك. بونجو يا هانم. كنت فين؟ عماله اكلمك من امبارح ما بترديش. معلش يا حبيبتي نمت من 11 والله. وبعدين بقى جالي ثانيه واحده. جه الاستاذ عمر وش الفجر. لا وكمان متعور في كتفه تعويره غريبه قوي. متعور من ايه؟ متعور ازاي يعني؟ مفيش، هو بيقول ان كان في حرامي هو بيجري وراه فتعور. بس بيني وبينك انا شاكه في الموضوع ده، وانه مش حرامي ولا حاجه، وان دي اصلا خربوشه ست مفروسه منه. يخرب بيت دماغك، ست ايه ونيله ايه؟ يا بنتي جوزك بيشتغل ظابط، يعني وارد يتخانق او يتعور او الكلام ده. امال لو كنتي متجوزه دكتور تجميل ولا دكتور امراض نساء كنت عملتي ايه شكيكه؟ مش عارفه بقى، يلا مش مهم. قولي بونجور يا حبيبي. صباح الفل يا حبيبتي. تكلمي مين على الصبح كده؟ مفيش، دي هانيا. صباح الفل يا هانيا. هاي، ازيك يا عمر؟ اخبارك ايه؟ صباح الفل. ايه احنا النهارده مع بعض بالليل ولا ايه؟ بالليل؟ اه انت قصدك على حفله شهناز. اه طبعا يا حبيبي جايين ان شاء الله. طيب يا حبيبتي هبقى اكلمك تاني بقى. ماشي يا حبيبي، استنى التليفون. باي باي باي. بقول لك يا هاني صحيح، في موضوع مضايقني كده عايز اتكلم معاكي فيه. موضوع ايه؟ مفيش، الصبح وانا بصحي الولاد دخلت على دينا لقيتها متبرجله كده اول ما شافتني. وبعدين سمعت صوت في التليفون. بقول لها يا حبيبتي انت معاكي تليفون ولا حاجه؟ قالت لي لا يا بابي، وقعدت تغلوش كده وبتاع. وبعدين سمعت الصوت تاني. قلت لها بنتي ردي على اللي بتكلميني ده. قالت لي لا يا بابي، وقعدت تقول لي ده انا تلاقيني اتصلت غلط وانا نايمه ولا دوست على الزرار غلط ولا بتاع. المهم سبتها يعني. طب وايه المشكله؟ بنتك دلوقتي عندها 15 سنه، وطبيعي جدا ان يكون عندها اصحاب ولاد وبتكلموا. ولا انت شاكك ان في حد معين؟ لا انا شاكك ان في حد معين طبعا. انا بس ما رضيتش اتكلم معاها، لاني اكيد مش هعرف اتصرف معاها زي ما انت هتتصرفي، فشوفي ايه الموضوع ده. حاضر، هتكلم معاها. ماشي، دي موبايلك والنبي اعمل تليفون بس عشان موبايلي بتشحن. لا انا موبايلي فاصل شحن، ما شحنتوش اصلا، هبشحن. طيب اوكي. واجيب موبايلي من بره. بقول لك ايه صحيح؟ ها؟ ما تنسيش النهارده عيد ميلاد شهناز. ها؟ اه ما انا كنت دلوقتي بكلم لبنى وعمر وقالوا لي خلاص هنتقابل النهارده بالليل. اوكي. اوكي. لينا كبرت، ها؟ عايزين نركز معاها شويه. ما تقلقش. دينا اند كريم جم خلاص. ليه الساعة كام؟ 3 مدام. يا نهار ابيض، انا نمت كل ده. طب حضري لهم الغداء بسرعة. اوكي مدام. كويكلي يلا يا جينا. اوكي اوكي. مدام
يا شيخه حرام عليكي، عينيكي 24 ساعه وشك في الموبايل. وانت مين اللي جاب لك البتاع ده؟ ليه يا مامي؟ انا بشرب. جينا يس تيكت، لما تكون عطشان تشرب ميه فريد جوس. اوكي دينا هاتي الموبايل. ليه يا مامي؟ بقولك هاتي الموبايل. ليه؟ اسمعي الكلام، هاتي الموبايل. ليه يا مامي الرزاله دي؟ هاتي الموبايل. لما اقول كلمه تسمعيها. قلت ابنك ده بدل ما يلعب في الشارع يجي يلعب هنا قدام عينينا احسن. وبرضه طب وانا بقى المفروض دلوقتي اعمل ايه؟ اتسلى في ايه انا؟ ولا اتفرج على فيلم العالمي للمره المية بعد المليون؟ ولا اقوم اضربه طيب؟ ولا اعمل ايه؟ تصدق عندها حق، مش معقوله كل ما نقعد معاك نتفرج على نفس الفيلم، اتفرج على حاجه ثانيه. حفظناه خلاص. لا ما حفظتهوش. لا حفظناه. اوريك حاجه. انت كل يوم، انت كل يوم كده تيجي وش الصبح. خشي نامي يا وليه. لا مش انا اللي ما اعرف انت كنت فين. اسكتي. ايه ريحه بقك دي؟ انت شارب؟ عرفت بقى خلصت اكل ولا لسه؟ طب يلا اطلع عشان تغسل سنانك. هو محمد صلاح بيغسل سنانه بعد الاكل؟ اه طبعا. لا مش شور. مش مهم، المهم ان كريم محمد بيغسل سنانه بعد الاكل. يلا بسرعه. وانت يا دينا اسبقيني فوق على اوضتك عشان عايزاكي، هكلم باباكي واطلع لك. طب والموبايل؟ مفيش موبايل. الو. ايوه هاني. ايوه محمد انت فين؟ رابع مره بكلمك ما بتردش ليه؟ معلش يا حبيبتي لسه نازل من ميتنج وجالي كام تليفون كده. طب فين السواق اللي انت قلت لي هيجي النهارده؟ ايه ده، هو لسه ما جاش ولا ايه؟ هتلاقيه داخل عليكي اكيد دلوقتي. ما هو محدش جه، هو فين؟ مدام في واحد سواق جديد جاي بره. اه خلاص يا محمد اهو جه، يلا باي. طب يلا حبيبتي انا داخل على البيت. اوكي يا حبيبي مستنيك. باي. انت اسمك عامر مش كده؟ اه يا فندم عامر. اه كنت بتشتغل فين يا عامر؟ كنت بشتغل عند اللي هو نادر سراج الدين والمدام بتاعته. وانت اللي مشيت ولا هم اللي مشوك؟ زي ما تقولي حضرتك كده، المرتب كان ضعيف وكنت بشتغل 12 ساعه. بس يا عامر انا اهم حاجه عندي الاولاد، انا شخصيا ما بنزلش كتير وممكن انزل اسوق عربيتي عادي، بس الاولاد مهمين عندي. مدارسهم هتوديهم وترجعهم، عندهم تمارين وعندهم دروس، دي اهم حاجه. واظن دلوقتي انت اتفقت خلاص مع محمد على المرتب مش كده؟ حاصل يا مدام. مظبوط. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مع الباشا. اخبارك ايه؟ ازيك يا عامر؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك يا مع الباشا، الله يخليك. بقول لك يا عامر انت جاهز تبتدي شغل النهارده؟ ده انا شرف للي جابوني حالا يا فندم. طيب يا عامر هتطلع بره الامن هيدوك مفتاح العربيه تبدا شغل من دلوقتي. تمام تمام، تمرني باي حاجه مع الباشا؟ شكرا. السلام عليكم يا باشا. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ عامر، كوبايه شاي في التمام. حبيبي عم جابر تسلم لي. الف انا وشفها. قول لي يا استاذ عامر انت منين؟ انا من القاهره، من الحدايق، حدايق القبة. لما جيت بقى اتنقلت على عيني واتجوزت خدت شقه في حدايق الاهرام. الله، ده انت جاوي حدايق بقى. طب انت تعرف ان الكوباوند ده اسمه جاردنز حدايق برضه بس بالانجليزي؟ بعدين هي الحقيقه ايه غير شويه صدف، صدفه لطيفه وصدفه بايخه. ربنا ما يجيب بواخي ابدا. قول لي يا عم جابر انت بقالك قد ايه شغال مع الناس دي؟ انا شغال هنا بقالي 6 سنين، ناس طيبين قوي احسن من غيرهم كتير. مدام هانيه ست طيبه قوي مفيش زيها، ومحمد بيه راجل محترم بصحيح، والده اللواء عز الدين نصار. طبعا اطلب كده منه اي خدمه ما يتاخرش ابدا، ناس كمل بصحيح. هنشوف. اللي اقول لي يا استاذ عامر، هي البتاع اللي اسمها جاردنز دي حدايق فعلا؟ اه والله العظيم، والناس اسمها بيبلز. هفتح لك في الانجليزي. صدق كانت مفاجاه بالنسبه لي. جاردنز؟ لا بيبلز. يعني افهم من كلامك ده ان انت مش عايزاني يكون ليا اصحاب ولاد تاني؟ طب مدخلاني مدرسه ميكس ليه بقى من الاول؟ ما كنت دخلتيني مدرسه بنات بس. انا ما قلتش كده. هو انت غبيه ولا بتستهبلي؟ انا بقول ان علاقتك بالولاد لازم تبقى بحساب، لان كبرتي خلاص. ده فجاه يعني بعد 11 سنه بلعب معاهم وبقعد معاهم بعمل معاهم كل حاجه؟ سوري يا جماعه انا كبرت وبقيت نيرد. فاهمه صح كده يا مامي؟ لا مش فاهمه صح. ما قلتكيش ان انت تبقي غريبه الادوار ولا نيرد. انا بقول لك يا حبيبتي انت كبرتي، لازم يكون في سبيس ما بينك وما بين اصحابك الولاد، مسافه اسمها مسافه احترام. سواء بقى كان الولاد دول اخواتك ولا اصحابك ولا زمايلك، دي مش مشكلتي. يعني انت دلوقتي وانت بتقعدي مع اصحابك الولاد بتتكلموا في نفس المواضيع هي اللي كنتوا بتتكلموا فيها زمان؟ لا طبعا، بنتكلم في مواضيع تانية خالص. تحبي تعرفي ايه هي؟ لا مش عايزه اعرف ايه هي، لاني عارفه كل حاجه عنها. اوعي تفتكري انها مش دريانه، بس انا حبيت اقول لك دلوقتي عشان بعد كده هيكون ليا تصرف تاني. اديني حذرتك، انت فاهمه؟ وادي تليفونك، وكفايه قاعده على التليفون. وانتي كده بقى
عارفه فعلا هي بتعمل ايه؟ لا طبعا ولا اعرف حاجه، بس كان لازم اقولها كده عشان تخاف. انا بصراحه ما كنتش نفسي تعملي كده خالص. زمانها دلوقتي خايفه منك، وهي اصلا كانت خايفه مني. انا كنت عايزك تاخديها على الهادي كده عشان نعرف الموضوع ايه ونعرف نحله. لا طبعا الاسلوب ده طبعا مش هيجيب نتيجه. اولا هتحكي اللي هي عايزاه وتخبي اللي هي عايزاه. انا شايفه انها تخاف مننا احسن، زي ما بيقولوا الجمله سيد الاخلاق. يا حبيبي انت مخلف بنت، عارف يعني ايه بتربي بنت؟ مش عارف بقى، يمكن انت صح، بس ممكن ابقى صح انا كمان. بس جربي الموضوع اللي بقولك عليه ده. ما اظنش انه هيجيب نتيجه. ماشي. دي اغنيتنا. شفتي ده فين عليها بالظبط؟ ها هلو اخيرون اخي خبيتي معين. اه وحيد يا حبيبي. هانيا هانيا ايه اخبارك؟ سمعتوا دخلنا على الاغنيه بتاعتنا سامعين؟ اه ايوه ايوه بقى النهارده النوستالجيا معايا ولعوها بقى. ها؟ نفس الناس نفس الحوارات. امال شغلك ايه؟ تمام، مسكت رئيس مباحث القسم عندكم. ابسط يا عم. يا راجل طب الف مبروك، ربنا يستر بقى الشغل كلها ما تسرقش عندنا في الكوم. ايوه بقى اصحاب النجوم وحشتوني. محمد ازيك؟ ازيك؟ انسان طيبه. وانت طيب يا انسان طيبه حبيبتي. وانت طيبه حياتي. يلا باي باي ارجع لكم تاني. طيب والله العظيم طيب. صدق عندك حق فعلا. اتش هشام تعال احنار. استنى اللي انت عملوه ده. المصحف بنسى يا جدعان. معلش يا حبيبتي جوزي متخلف دايما بيوضح حد الناس. بس يا جماعه بس. ها عملينا اتش ازيك؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ وحشني. ايه فينك؟ موجود بس بعمل فيلم جديد وبدور على البطل. ها هاي لبنى ازيك؟ هاي ازيك؟ ازيك يا هاني؟ انا تمام الحمد لله. ازيك يا هشام؟ تشربي حاجه روحي؟ لا يا حبيبي مش قادره دلوقتي، ممكن نستنى شويه بس. طيب وانت يا لبنى مش ناويه تمثلي بقى ولا ايه؟ انا امثل؟ انا مالي ومال الموضوع ده اصلا. ثانيه واحده، تتكلم مع مراتي في ايه يا راجل يا ديب؟ والله انا غلبان يا ابني، غلبان بجد. اه طب بلاش لبنى. وانت يا هاني؟ انا ايه؟ مش ناويه بقى؟ مش فاهمه مش ناويه على ايه؟ مش ناويه بقى توصلي للحلم اللي كنت بتحلمي بيه طول عمرك؟ هو ايه بقى؟ تمثيل طبعا. هانيا طول عمرها فيري تالنتد، كان نفسها تمثل. لا هانيا بطلت تحلم، ما تفكرش في حاجات تافهه. زي محمد قال الموضوع خالص مش موجود في دماغي. اوكي جوي. اقسم بالله العظيم انا ماسك نفسي بالعافيه. هو هشام ماله بقى من ساعه ما بقى مخرج مشهور كده وهو بقى تانج جدا؟ شفته كان بيسلم ازاي؟ عجيب. انت ايه اللي خليك تندم؟ ايه اللي خليك تندم عليه اصلا؟ انا بنسى خالص انه كان خاطب هانيا قبل كده، بس بصراحه هو سخيف. محمد معاه حق، انا لو مكانه كنت هولع فيه. طيب نشرب حاجه ولا ايه؟ اه عايز اشرب. طب بص على ايه؟ مين دي؟ مين؟ معرفش مين دي. قصدك انا مين؟ البنت اللي قاعده هناك دي. بنت ايه؟ قصدك دي اللابسه الزرقاء دي؟ اه طب والله كويس. اه اللابسه الزفت على دماغك. ده ليه يا هاني ما تحترمي نفسك في ايه؟ قلت لك ما اعرفهاش. لا تعرفني. لا ما اعرفهاش، انت عايزه ايه؟ عايزه امشي. اتفضلي. ايه ده؟ ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه انتوا رايحين؟ هم رايحين فين؟ هو كله بسبب انا؟ ايه؟ انت عارفه كويس قوي ان اللي عملتيه ده كان اوفر. يا سلام، يعني انا اللي عملته اوفر واللي هي عملته بالنسبه لك عادي؟ هتيجي بتقولي هي، يعني انا ما عملتش حاجه، وبعدين هنسيب موضوع خطيبك القديم ونتكلم عليها هي؟ وانا ايه علاقتي بيه؟ ده من ساعه ما قعد وانا ما اتكلمتش معاه ولا كلمه، ولو كنت اعرف اصلا ان هو جاي ما كنتش رحت. هي اصلا خروجه زي الزفت، يا ريتنا ما خرجنا. وبعدين يعني بجد انا اي واز سو رود معاها.
وده كان من حقها وهي كمان شي والسرود معايا بس مش اكتر. انا بس كل اللي انا بقوله لك ان فعلا طول ما هما موجودين في البيت احنا مش هينفع نكون بنتكلم. بس وديهم هم مش موجودين في البيت وبقالنا ساعتين لحد ما ودني سخنت. بقول لك ايه اقفل دلوقتي بسرعه بوبي مامي جوه. وانت رايح فين؟ طمن على الولاد. بيشوفي بقى موضوع بنتك عشان لحد دلوقتي مش عايزه اتدخل. حاضر. هو انت هتفضل تكلمني كده من تحت درسك كتير؟ على فكره بقى من حق غير عليك عادي مراتك. وانا اعتقد ان انت عارفاني كويس وعارفه ان انا ماليش في الهبل ده. يعني انت يا محمد مالكش علاقه بالبنت دي خالص؟ اه ماليش علاقه. مال هي كانت بتعمل كده ليه؟ وانا شعرفني يعني سكرانه ولا متنيله على عينها؟ انا مالي؟ انا بصراحه مش مصدق ان انت ممكن تشكي فيا. طب انا كنت عايزه اقول لك على حاجه. قولي. الصبح هشام بعت لي مسج على الواتساب. ايه؟ بعت لك ايه؟ ولا حاجه. قال لي ان هو داخل فيلم جديد وكده. فيلم جديد؟ ورديتي؟ لا طبعا ما ردتش. حصل امتى الكلام ده بتقولي؟ ما قلت لك الصبح. الصبح؟ وبتقولي لي دلوقتي؟ كريم محمد انت الصبح اصلا نزلت ورحت على الشغل ورجعت قعدت تكلمني على موضوع بنتك وكنت مستعجل ولابس ويلا البسي بسرعه عشان انا خلاص زهقت وهقلع. نزلنا ورحنا لعيد ميلاد واتخانقنا وادينا قاعدين اهو. فرقت ايه بقى دلوقتي من الصبح لبالليل؟ فرقت. انت بتفتش في تليفوني يا محمد؟ انت ليه ماسحه الشات اللي بينك وبين هشام الجمال؟ مسحت ايه وزفت ايه؟ وبعدين هو الطبيعي ان انت تاخد تليفوني من جنبي وانا نايمه وتقعد تفتش فيه؟ اه ولقيت ايه بقى؟ اه لقيت ايه؟ لقيتك ماسحه الشات اللي بينك وبين خطيبك القديم، انت شايفه ان ده عادي ولا ايه؟ اه ده انت بتقلب الترابيزه بقى، هنقعد نفكر في الشات اللي اتمسح وننسى الهنم اللي كانت عماله تلحق طول الليل. هنم ايه وزفت ايه؟ انت بتقارني ايه بايه؟ دي واحده ما اعرفهاش، لكن ده واحد كان خطيبك. اقعد. استنى هنا. على فكره اللي انت بتفكر فيه ده غلط، وانا ماسحه الشات من اول ما بعته، عشان ما كنتش ناوي اقول لك على اي حاجه خالص ولا افتح معاك الموضوع، بس بعد ما قابلنا هشام امبارح وحصل اللي حصل، قلت اقول لك عشان ما اكذبش عليك، لكن كونك تجيب تليفوني وتفتش فيه من ورايا معناها ان انت ما تصدقنيش ولا بتثق فيا. ايه بقى الموضوع؟
ايه بقى الموضوع؟ اه مش عايز تعرفي ايه الموضوع؟ اه الموضوع يا ست هانم ان انا عمري في حياتي ما حبيت حد غيرك، وطول عمري بتقي فيكي ربنا، انتي وولادنا، فما ينفعش ان انا احس ان في حاجه بتحصل من ورا ظهري. بصي يا هانيه، فكري كويس قوي، لو في اي حاجه انت مخبيها عليا لازم تقوليها لي. افكر في ايه ومخبيه عليك ايه؟ جرى ايه يا محمد؟ وانت ليه محسسني ان انت قفشتني مع واحد تاني كاني بخونك؟ امال انت بتسميه ده ايه؟ انت بتسميه ده ايه؟ ها؟ ده واحد كان الاكس بتاعك وكان في بينكوا تشات، قلت ماشي، لكن تتمسح يبقى في حاجه غلط. في ايه يا محمد؟ اهدى شويه. في ايه؟ مفيش حاجه يا سيبيني دلوقتي، انا هنزل اروح الشغل. لا عشان خاطري وحياتي عندك. ممكن تهدى شويه؟ احنا عمرنا ما كنا بنتكلم مع بعض بالشكل ده. معلش انا عارفه اني غلطانه. لما ترجع نبقى نتكلم. لما تشوف انا اسمك. اه بس مش هنسى برضه اني هكلمك في موضوع البنت بتاع امبارح. ارجع من الشغل وبعد عن نفسك بقى النهارده كده، واهدى وارجع البيت هاتي الشغل. وانا بقى مش هادى يا هاني. ماشي حلو قوي، خليك زي ما انت متعصب ونكمل. الو الو يا محمد. الو الو. ايوه مين حضرتك؟ صاحب التليفون ده عربيه خبطته وجريت دلوقتي. انت مين انت اصلا؟ لا اله الا الله. راجل مات. الو اديني محمد. انا راجل مات يا جماعه.